بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجالسنا المتجددة في إعراب الجمل وأشباه الجمل، وقد أكرمنا الله تعالى بالفراغ من الكلام على الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهو الأصل في الجمل كما قررنا. الأصل في الجمل ألا يكون لها محل من الإعراب، أن تكون محتفظة بجمليتها غير منحلة بمفرد. وفرغنا كذلك من الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب، وقد رأيتم أننا مررنا برحلة صعبة لذيذة، فيها صعوبات كثيرة، فيها مسائل متفرعة متشعبة، حاولنا أن نعالجها بما علمنا الله سبحانه وتعالى وفهمنا، ومن الله نستمد العون. طيب، سنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام على أشباه الجمل. أشباه الجمل يفر منها كثير من المتخصصين بل غيرهم. لماذا؟ لقضية التعليق. بما نعلق شبه الجملة؟ وعلى ما نعلقه؟ أحيانا بالفعل، وأحيانا بالمشتق، وأحيانا بصفة، وأحيانا بحال محذوفة، وأحيانا بمقدم، وأحيانا بمؤخر. سنعالج كل هذا بتأصيل وتفصيل وتمثيل إن شاء الله تعالى. فاصبروا أنفسكم والله يعيننا وإياكم. نحن في الصفحة 71 بعد 200. نحن في الصفحة 71 بعد 200، والحمد لله. طيب، قال الشيخ حفظه الله الفصل السابع، أو عفوا الفصل الرابع، أشباه الجمل. شبه الجملة، قال، هي الظرف أو الجار الأصلي مع المجرور، أو الجار الأصلي مع المجرور. لماذا قال أو الجار الأصلي مع المجرور؟ لأن الجار إذا كان زائداً أو شبه زائد فلا نطلق عليه وعلى مجروره شبه جملة، بل مجروره يكون في اللفظ متعلقاً به، يكون في اللفظ له، أما في المعنى فإنه بحسب، والحكم فإنه بحسب موقعه الإعرابي. يعني مثلاً لست عليهم بمسيطر، لا نقول إن عندنا هنا شبه جملة هو بمسيطر، لأن الباء هنا زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد، ومسيطر هو خبر ليس، وخبر ليس. لذلك شبه الجملة هو الظرف أو هي الظرف أو الجار الأصلي مع المجرور. أما الجار شبه الزائد أو الزائد فلا يكون مع مجروره شبه جملة. قال وإنما سميت بذلك، وهذا سؤال يعني يكرر كثيرا علينا، وإنما سميت بذلك لأنها مركبة كالجمل، فهي تتألف من كلمتين أو أكثر لفظا أو تقديرا، وهي غالبا ما تدل على الزمان أو المكان. طيب، إذن إنما سميت بشبه الجملة لأنها مركبة كالجملة، لأنها مركبة. طيب، تقولون فهمنا أن الجار والمجرور في حكم المركب، وما مركب حرف الجار والاسم المجرور، الظرف كيف يكون مركبا؟ كيف يكون الظرف مركبا يا كرام؟ أنا إذا قلت مثلا سهرت البارحة، فالبارحة شبه جملة، كيف يكون مركبا؟ قال الشيخ إنما سمي شبه الجملة بهذا الاسم لأنه مركب كالجملة، كيف يكون هذا الظرف مركبا؟ أين التركيب هنا؟ وأنا إنما أنطق بكلمة واحدة وهي اليوم أو البارحة مثلا، فكيف هذا؟ نعم، احتوائه معنى حرف الجر أو هكذا يعني؟ على تقديري في، تماما أحسنت، على تقديري في، نعم، لأن الظرف إنما يكون على تقديري في، لا بد من أن يكون على تقديري في. الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد كهو نمكث أزمنا. إذن شبه الجملة مركب لفظا كما قال الشيخ، جار ومجرور، أو تقديرا كالظرف، فإنه على تقديري في، لا بد أن يكون على تقديري في. واضح هذا؟ فإذا هي مركبة كالجمل، وهي غالبا ما تدل على الزمان أو المكان،
غالبا ما تدل على الزمان أو المكان، هذا مفهوم في الظرف. أما في الجار والمجرور فنعم، إذ يكثر أن يكون حرف الجر للزمان أو المكان، يعني بمعنى الظرفية الزمانية أو المكانية يكثر، ليس دائما. قال وإن تعلقت بكون محذوف دلت على ضمير مستتر أيضا، فكانت كالجمل في تركيبها. أيضا عندما نعلق شبه الجملة بمحذوف، بمحذوف خبر أو بمحذوف صفة أو بمحذوف حال، قال فإنها تدل على ضمير مستتر، لأن هذا المحذوف كما تعلمون هو مشتق، مثلا تقديره كائن، وهذا المشتق حامل لضمير مستتر، هذا المشتق حامل لضمير مستتر، فشبه الجملة دل على المحذوف ودل على هذا الضمير المستتر في المحذوف. نعم، لكن أنا أقرر هذا الآن وأنا أقصد ما أقول، دل على المحذوف وعلى هذا الضمير المستتر في المحذوف لمسألة سيقررها الشيخ بعد. قال وإن تعلقت، أي شبه الجملة، بكون محذوف دلت على ضمير مستتر أيضا، فكانت كالجمل في تركيبها، ولهذا فهي تغني أحيانا عن ذكر الجملة وتقوم مقامها، نحو قول قيس بن الخطيم: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. أنتم تعلمون أن ما اسم موصول، وهي هنا مفعول به للفعل يرى، يرى ما يعني يرى الذي وراءها. طيب، وراء الاسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة، أين جملة الصلة بعده؟ اكتفي بشبه الجملة دالا على جملة الصلة، اكتفي بشبه الجملة دالا على جملة الصلة، يعني ما استقر، أحسنتم، ما استقر وراءها، ما حصل وراءها. قال الشيخ ولهذا فهي، أي شبه الجملة، تغني أحيانا عن ذكر الجملة وتقوم مقامها، يرى قائم من دونها ما وراءها. وتلاحظون أن الفعل المحذوف هنا هو كون عام، هو كون عام، يعني ما استقر، ما وجد، ما حصل، ما كان وراءها. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراء، من دونها يعني من أمامها. هو هنا يصف الطعنة التي طعن بها خصمه، طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ، لولا الشعاع أي انتشار الدم أضاءها. ملكت بها كفي فأنهرت وسعت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراء، يعني أنه قد طعنه طعنة اخترقت لحمه فعظمه، يرى قائم من دونها ما وراءها، ما استقر وراءها. طيب، فإذا لاحظوا شبه الجملة هنا دل على جملة الصلة المحذوفة. طيب، متى يكون دالا على المحذوف ومغنيا عنه ومكتفا به عنه؟ في أربعة مواضع، في الصلة وفي الخبر وفي الحال وفي الصفة. في الصلة وفي الخبر وفي الحال وفي الصلة. طيب، إذا دل شبه الجملة على المحذوف وأغنى عنه فإن شبه الجملة يسمى مثلا الظرف أو الجار والمجرور، يسمى ظرفا مستقرا، يسمى ظرفا مستقرا. لماذا؟ لأن كثيرا من النحويين يزعم أن الضمير انتقل من المحذوف الذي هو خبر أو صفة أو حال أو صلة واستقر في شبه الجملة، في شبه الجملة. نعيد، شبه الجملة يغني عن المحذوف في مواطن هي الصلة والصفة والخبر والحال، وإذا أغنى عن المحذوف الذي هو كون عام فإنه حينئذ يسمى ظرفا مستقرا، حتى تفهموا هذا المصطلح لأنكم ستمرون عليه في كتب التراث النحوي. المراد بأنه ظرف مستقر أن الضمير انتقل من المحذوف إلى هذا الظرف فاستقر فيه. هذا عند كثير من النحويين، وسيناقش شيخنا بعد هذه المسألة بإطمان إن شاء الله تعالى. الشيخ يرى أن الظرف لا ينتقل إلى شبه الجملة. نعم، شبه الجملة يدل على الفعل المحذوف على الضمير المحذوف، لكن الضمير لم ينتقل إلى شبه الجملة. فإذا يسمى ظرفا مستقرا. طيب، فإذا تعلق الظرف، وهنا نعني به شبه الجملة مطلقة، قد يطلق على شبه الجملة الظرف كما سنرى بعد قليل. فإذا تعلق الظرف بمذكور فيسمى ظرفا لغوا، لغوا لم يستقر فيه ضمير المحذوف، مستقر استقر فيه ضمير المحذوف.
يعني عندما أقول زيد في الدار، عند كثير من النحويين في الدار، في الدار انتقل إليه الضمير بعد حذف الخبر، فإذاك هو ظرف مستقر، هو ظرف مستقر. طيب، لذلك ترون الشيخ صدر كلامه بأن شبه الجملة إنما سميت بذلك لأنها مركبة كالجمل، لأنها مركبة كالجمل، هو يعتمد هذا، يعتمد هذا الرأي. قال: نحو قول قيس بن الخطيب: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. وراء ظرف مستقر، حذف الفعل ودل عليه شبه الجملة. قال: وقول صخر بن عمرو: وعاذلة هبت بليل تلومني، ألا لا تلوميني كفى اللوم ما بيا، يعني ما استقر بيا. فالظرف وراء دل على جملة محذوفة، والتقدير ما استقر وراءها، والجار والمجرور بي دل على جملة أيضا، والمراد ما استقر بي. ولما كان كل من الظرف والجار والمجرور يدل على هذه الجملة المحذوفة ويقوم مقامها في اللفظ، لاحظوا في اللفظ، كان شبيها بها، ولذلك أسموه شبه جملة. إذن هذا كاف في شبه الظرف والجار والمجرور بالجملة، ولا حاجة إلى القول بانتقال الضمير إليه. لذلك ترونه هنا لم يتكلم على مسألة انتقال الضمير إليه، وسيتكلم عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. إذن إنما أشبهت الجملة في تركبها وفي إغنائها عنها في الألفاظ، في اللفظ أحياناً، وسدها مسدها. وقيل إنما سميت بذلك لأنها مترددة بين المفردات والجمل. طيب، نرى التعليق. أو يكون الضمير بأكثر من اختصاص. نعم، نحن قلنا إن الضمير انتقل من المحذوف الذي هو كائن أو مستقر أو استقر إلى شبه الجملة، هكذا يقولون. طبعا هذا قول كثير من النحويين، فصلناه قبل قليل. وقيل إنما سميت بذلك لأنها مترددة بين المفردات والجمل، فليست من هذه ولا من هذه، فإذا هي متذبذبة بين، فسميت شبه جملة. فهي تتعلق تارة بالفعل فتدل على جملة، وتارة بالاسم فتدل على مفرد. إنها لم تلزم طريقة واحدة، بل سلك بها طريق الجملة وطريق المفرد. ولما كانت أكثر ما تتعلق بالفعل وتدل على الجملة كانت أشبه بالجمل منها بالمفردات. إذن تعلق أشباه الجمل يكثر أن يكون بالأفعال فتدل على الجمل، لذلك تسمى بأشباه الجمل. طيب، هنا يقول قائل: لما لا تقولون طالما أنها مركبة كالجملة لما لا تقولون إنها جملة؟ الجواب يسير جدا. قال الشيخ: ولما كانت العلاقة بين كلماتها غير إسنادية ولا شرطية خرجت عن الجمل، فدرسها النحاة مع المفردات. إذن هي ليست جملة ولا هي مفرد لأنها مركبة. هي ليست جملة لأنه ليس فيها إسناد، ليس فيها مسند إليه ومسند، ليس فيها متحدث به ومتحدث عنه. نعم. قال الشيخ، ركزوا الآن أيضا: ولأن الجار والمجرور غالبا ما يفيدان معنى الظرفية المكانية أو الزمانية، توسع النحاة في معنى الظرف فأطلقوه أحيانا على الجار والمجرور وجعلوه مرادفا لشبه الجملة. نحن عندنا مصطلح شبه الجملة، وهو المصطلح المعهود الدقيق، وتحته شيئان: الظرف والجار والمجرور. وعندنا مصطلح الظرف أحيانا، وهو يقابل شبه الجملة أحيانا. يعني الأصل أن الظرف هو قسم من شبه الجملة، لكنه أحيانا يكون قسيما له، مقابلا له، على سبيل التسمح. طيب، ما تعليل هذا التسمح؟ أن الجار والمجرور يكونان للظرفية المكانية والزمانية في كثير من الأحيان، فتسمحوا بإطلاق اسم الظرف عليهما. وترون الزمخشري يكثر من هذا، الزمخشري رحمه الله تعالى يكثر من هذا، يقول الظرف هو يعني الجار والمجرور. قال: ولكن الأفضل أن يكون تمييز واضح بين هذه المصطلحات، ولكن الأفضل أن يكون تمييز واضح بين هذه المصطلحات. طيب، قال: وذكر بعض النحاة نوعا ثالثا من أشباه الجمل. شبه الجمل المعروف أنه الجار والمجرور أو الظرف. قال: ذكروا نوعا ثالثا هو اسم الفاعل مع مرفوعه واسم المفعول مع مرفوعه، نحو أنت النائم وأخوك المكرم. والصواب أن المتصل بأل هنا هو اسم مفرد ولا علاقة له بأشباه الجمل.
من الذي ذكر هذا؟ ذكره ابن هشام في شرح القطر مثلا. ابن هشام قال شبه الجملة الجار والمجرور، طبعا الجار الأصلي كما قلنا، والظرف، والمشتق مع مرفوعه. المشتق مع مرفوعه الذي هو صلة لأل، يعني هو يقول إن صلة أل، أل كما تعلمون الموصولية، فأل الموصولة صلتها شبه جملة على هذا. والصحيح أن صلتها مفرد، أن صلتها مفرد. الاسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة بعده إلا أل، فصلتها مفرد، صلتها الصفة. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل. إذن صلة أل هي صفة صريحة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة أيضا على قول بعض النحويين. وزعم الزمخشري أن هذا الاسم المفرد والضمير المستتر فيه يكونان جملة هي صلة الموصول أل، وكأنه يصدر في هذا عن مذهب الكوفيين الذين يزعمون أن اسم الفاعل أو اسم المفعول الذي فيه معنى الفعل هو فعل دائم. هذا مصطلح كوفي ينبغي أن نفهمه أيضا. اسم الفاعل واسم المفعول عندهم يسمى بالفعل الدائم، هو يحمل ضميرا ويسمى بالفعل الدائم، فهو الضمير المستتر فيه جملة فعلية. فهذا تفسير لزعم الزمخشري أن الاسم المفرد المشتقة من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبعة على قول، والضمير المستتر فيه يكونان جملة. على كل حال آراء منتثرة في التراث النحوي. المشهور أن شبه الجملة الظرف والجار الأصلي مع مجروره. الآن نعرض لمسألة مهمة، تعلق، لمسألة تعلق شبه الجملة. ما معنى التعلق ابتداء؟ وهذا كثيرا ما نسأل عنه. ماذا تريدون بالتعلق؟ اسمعوا هذا الكلام المتين الواضح. قال الأستاذ حفظه الله التعلق هاهنا هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث. هذه ركزوا فيها. إذن التعلق إنما يكون أصلا بالأحداث. طيب إذن هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه، لا يظهر معناها إلا به ولا يكتمل معناه إلا بها. شبه الجملة دون حدث ضائعة، شبه الجملة دون حدث تكون ضائعة، تكون هكذا، يعني دون الحدث تكون كالملقى في فلات لا يستقر في مكان. والحدث دون شبه الجملة لا يكتمل معناه، إذا تأتي شبه الجملة مقيدة للأحداث كما سنرى. قال الشيخ ذلك لأن شبه الجملة ترد تكملة للحدث الذي تقيده، فيتم معناهما بهذا التعلق المقيد. تقول نقيم غدا في دمشق، فترى أن الفعل نقيم وحده يدل على حدث الإقامة دلالة عامة غير محددة بزمان واضح. طبعا نقيم يدل على زمان، لكنه يدل على الزمان المحصل، يدل على الزمان المحصل من الصيغة. صيغة نقيم كما تعلمون صيغة مضارع، فتدل على زمن الحال أو الاستقبال، لكن هذا هو الزمان المحصل، وغير زمان غير محدد، زمان واسع. لاحظوا قال يدل على حدث الإقامة دلالة عامة غير محددة بزمان واضح أو مكان معلوم، فقد تكون هذه الإقامة الآن أو بعد لحظات أو ساعات أو أعوام، قد تكون في حلب أو دمشق أو غيرهما، ولكن قولك غدا حدد الزمان الذي تقع فيه تلك الإقامة. وقولك في دمشق، قولك معطوف على قولك، وقولك في دمشق حدد المكان الذي يضم الإقامة وتكون فيه، ولولا هذان القيدان لبقي الحدث ناقص الدلالة لا يفي بالمعنى التام أو القريب من التمام. طبعا قوله لا يفي بالمعنى التام لا يعني أن هذا الحدث ناقص وأنه غير صحيح، لا، قد يكون هذا مراد المتكلم، يعني قد يكون العموم مراد المتكلم، لكن الشيخ يجرد هذه العبارة عن السياقات. يقول هذه العبارة دون القيود هي عبارة ناقصة، فيها حدث يدل على زمان محصل وانتهى الأمر. قال الشيخ وكلما أضفت إلى الحدث قيودا أدق كان أقرب إلى الكمال والدقة، نحو سافرنا منذ شهر يوم الجمعة ضحى الساعة 10 مع أستاذنا من حلب إلى القاهرة بالطائرة تحت أشعة الشمس المحرقة
لزيارة جامعة القاهرة. ما شاء الله، أو يكون هذا كلام فصيح؟ نعم. لاحظوا كم هنا مع عدد أشباه الجمل، كم عدد أشباه الجمل، كم شبه جملة عندنا؟ عدوا. 10. أيوة، منذ ويوم، ضحى، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. لماذا رأيتها 9 يا شيخ محمد؟ إلى القاهرة. وكلها، كل أشباه الجمل هذه تتعلق بسافر، تتعلق بالحدث الذي هو السفر. واضح هذا؟ طبعا تقولون كيف يتعلق هذا العدد الكثير بحدث واحد؟ نعم، لاختلاف المعاني. شبه الجملة، طبعا سنقف على هذه المسألة أيضا إن شاء الله. شبه الجملة إذا اختلفت معانيه فإنه يتعلق بحدث واحد، لا إشكال. لكن ضحى متعلق بسافرنا مقيدا بيوم الجمعة، حتى لا يكون ضحى مطلقا، نقول متعلق بسافرنا مقيدا بيوم الجمعة حتى لا يكون مطلقا، وهكذا. قال الشيخ: ومن هذا تلمس أهمية العلاقة بين كل من الظرف والجار مع المجرور، وبين الحدث الذي يقيدانه ويتعلقان به. ومعنى هذه العلاقة أن بين الجانبين تأثيرا متبادلا، فشبه الجملة تفيد الحدث في إيضاح معناه وتكميله، إذ تحدد زمانه أو مكانه أو سببه. كيف تحدد شبه الجملة سبب الحدث؟ انظروا: لزيارة جار ومجرور، وحددت سبب الحدث الذي هو السفر. ولو الحدث يفيد شبه الجملة إذ يظهر معناها ويربطه بعمل يملأه، لأنه شبه الجملة بلا حدث لا معنى له. أن تقول ضحى، ما معنى هذا الظرف؟ عندما تقول في الساعة العاشرة، إذا لم يأتي الحدث فلا معنى لهذا الظرف ولا معنى لشبه الجملة. قال: ويربطه بعمل يملأها وينصبها ظاهرا أو تقديرا. دققوا أيضا في هذه المصطلحات. الحدث ينصب شبه الجملة ظاهرا أو تقديرا، لا يعلق ظرف زمان أو ظرف مكان بمتعلق واحد. سنقف على هذه المسألة بالتفصيل لو تصبرون إن شاء الله تعالى، سنقف عليه. قال: وهذا التأثير المتبادل بين الجانبين هو المراد بما نسميه تعلق شبه الجملة أو تعليقها. إذا صار واضحا لكم معنى التعلق والتعليق بعد هذا الشرح، يعني ذكر الشيخ خلاصة الكلام فقال: فالتعليق هو بيان ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي تقيده وتتضمنه وتستدعيه لطلب الفائدة واستقامة الكلام، ويكون هو ناصبا لها. إذن ثبت فائدة متبادلة في تعليق شبه الجملة بالحدث، ويكون هو ناصبا لها. أما النصب الظاهر فتراه في الظروف المعربة التي تقبل أواخرها صور الإعراب، وأما النصب المقدر فتراه في الظروف المبنية أو المقصورة والجار والمجرور. وثمة أمران يدلان على أن محل الجار والمجرور هو النصب. طبعا كلنا نسلم أن الحدث ينصب الظرف، الظرف منصوب من الحدث، واضح. ظرف الزمان، ظرف المكان منصوب لفظا أو محلا أو تقديرا إلى آخره. قد يكون النصب مقدرا مثلا، لكنك تسأل كيف يكون الجار والمجرور في محل نصب، وما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ: وثمة أمران يدلان على أن محل الجار والمجرور هو النصب تقديرا. وأول هذين الأمرين نزع الخافض، فإذا حذف حرف الجر الأصلي نصب الاسم بعده، نحو قولك: زهدت المال، وصلى القرية، أمرتك الصدق، لا تقعد قارعة الطريق. فلولا أن الاسم المجرور محله النصب لما انتصب بعد حذف حرف الجر، فلما انتصب بعد حذف حرف الجر دل على أن محل الجار والمجرور النصب في عرف العربي وفي عقله وفي تفكيره. طيب، هنا نعلق على مسألة: أمرتك الصدقة. تقدير الكلام ماذا يا كرام؟ أمرتك الصدقة، ما تقدير الكلام؟ بالصدق. أيوة، أمرتك بالصدق. إذن هذا على القول بأن أمر يأخذ مفعولا واحدا وهو الكافنة، لكن بعض النحويين يذهب إلى أن أمر ينصب مفعولين،
وعلى هذا فلا يستقيم التمثيل هنا. واضح؟ بعض النحويين يزعمون أن أمر يأخذ مفعولين وهو آخر معتمد شيخنا، وأنا كنت دونت في دونت هنا تدوينة قديمة قديمة جدا، أظنها من عام 2008 أو أقل أيضا، دونت هذا على القول بأن أمر لا يتعدى إلى مفعولين، أما على القول بأنه يتعدى إلى مفعولين فلا شاهد فيه. طبعا ليس فلا شاهد، لأنه هذا مثال، يعني فلا تمثيل فيه. وقد اختار أستاذنا القول الثاني في مجالس إعراب القرآن 89 بعد 100 و90 بعد 100، الآية 58 و60 من سورة النساء، وانظر الدر المصون، انظر الدر المصون الجزء الرابع الصفحة 9. طيب، إذا نزع الخافض يدل على أن محل الجار والمجرور النصب. قال: ومن ذلك قول يزيد بن الحكم: فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني مرتوى الماء مرتوي. نعم، وشرك عني مرتوى الماء التقدير، قال الشيخ: فتقدير القسم الأخير من عجوزه مرتوى من الماء مرتوي، مرتوى من الماء. إذا قدر من، هل يمكن أن نقدر حرفا آخر؟ نعم، هذا على الباء. طبعا الباء، نعم الباء، مرتوى بالماء، يقال ارتوى من الماء وبالباء، وتقدير الباء هو الذي ذكره في المورد النحوي، هذا البيت من المورد النحوي. طيب الأخت سأل: هل يقال أنه متعد إلى مفعولين بحرف الجر؟ يقال هذا، لكنه ليس متعديا إلى مفعولين صريحين، لذلك هم يعبؤون بالصريح، هو متعد إلى واحد صراحة، هذا الذي يقال، متعد إلى واحد صراحة. طيب، قال: ولما حذف حرف الجر من، ظهر النصب على الاسم بعده مرتوى الماء، دليلا على أن المحل في الأصل هو النصب، وإنما جاء بحرف الجر قبله، وهذا جواب سؤالكم الآن، لتتأتى تعدية الفعل القاصر وإيصال معناه إلى مفعوله. إذن حرف الجر إنما جاء ليوصل معنى الفعل إلى الاسم بعده، الفعل يريد أن ينصب هذا الاسم لكنه قاصر عن نصبه، غير قادر على ذلك، فيأتي حرف الجر طرفا وواسطة لإتمام هذا العمل. نعم، فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني مرتوى الماء مرتوي. ما يعرب كفافا؟ خبر كان، خبر كان مقدم، أحسنتم. وأين اسم ليت؟ فليته يعني؟ يا سلام، يعني ماذا تريد بذلك شيخ محمد؟ يعني إما ضمير الشأن أو يكون محذوفا. أحسنت، اسم ليت ضمير الشأن محذوف، ليته. وأين خبر ليت؟ جملة كان، أيوه، كان خيرك كله وشرك عني كفافا. مرتوى الماء مرتوي، ومرتوي هنا لاحظوا أستاذنا أثبت الياء وهو صحيح، لأن الياء إنما تحذف لالتقاء الساكنين. نعم، وها هنا لم يلتقي ساكنان لأنه القافية لا تنون، ها هنا هي مطلقة لا تنون، مرتوي لم يلتقي ساكنان فلم تحذف الياء. قال: والأمر الثاني الذي يدل على أن شبه الجملة أو على أن الجار والمجرور محلهما النصب هو العطف والبدل، فأنت تقول: أكرمتك في داري وعند أخي. لاحظوا عند معطوف على في داري، فلولا أن في داري في محل النصب لما عطف عليه المنصوب. ولقينا العدو بين الجبلين وفي الجو، في الجو معطوفان على بين محلهما النصب. واستيقظت صباحا في الساعة الخامسة، في الساعة الخامسة ما محلها من الإعراب يا كرام؟ بدل من صباحا، بدل من صباحا. واختار أستاذنا مؤخرا أو بأخرة أن يقال إن في الساعة متعلقان باستيقظت مقيدين بصباحا، متعلقان بالفعل مقيدين بصباحا، لأنه هو قيد آخر، لأنه قيد آخر للحدث. قال: ولو لم يكن الجار والمجرور محلهما النصب لما جاز مثل هذا في العطف والبدل، وعلى ذلك جاء قول ابن الزبير الأسدي: فما إن أرى الحجاج يغمد سيفه يد الدهر حتى يترك الطفل أشيبه، فأبدل الجار والمجرور حتى يترك من نائب الظرف يده. لاحظوا،
فما إن أرى الحجاج يغمد سيفه يدا، يدا بمعنى أبد الدهر. فيدا مفعول فيه نائب عن ظرف الزمان متعلق بيغمد. طيب حتى يترك الطفل أشيبا هي بمعنى يد الدهر، يعني ما إن أرى الحجاج يغمد سيفه أبدا إلى أن يترك الطفل أشيبا، إلى أن يصير الطفل أشيبا. فحتى حرف جر والمصدر مؤول في محل جر، والجار والمجرور بدن من يدا، فلولا أن الجار والمجرور محلهما النصب لما جاز إبدالهما من منصوب. أظن هذا واضحا. وقال لبيد: فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواذل. فنصب دون وهو معطوف كما ترى. وقال الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فعطف الجار والمجرور بأيمانهم على الظرف المنصوب بين. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، عطف بالليل الجار والمجرور بالليل على الحال المنصوبة مصبحين. ومثله قوله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم اجعلنا منهم. كأنه قال قياما وقعودا ومضطجعين. وقال أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قراءة طبعا، ودينا قيما قراءة، كلاهما متواتر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. فقال الزمخشري: دينا نصب على البدل من محل إلى صراط. لاحظوا، هداني ربي إلى صراط، هدى يتعدى إلى مفعولين صراحة، صراحة اهدنا الصراط، الصراط، ويتعدى إلى الثاني باللام، ويتعدى إلى الثاني بإلى أيضا، فيكون تعدية غير صريحة. واضح؟ فلاحظوا، هداني إلى صراط، أخذ الأول وهو الياء، والثاني هو الجار المجرور. طيب، دينا أبدله من إلى صراط لأن محلهما النصب، هكذا قال الزمخشري. طبعا الزمخشري مسبوق، الزمخشري إنما أخذه من مكي، من مكي بن أبي طالب، وهو سابق له، نعم، الإمام الكبير مكي بن أبي طالب. فمكي قال: دينا نصب على البدل من محل إلى صراط، لأن معناه هداني صراطا، بدليل قوله: ويهديكم صراطا مستقيما. وفي قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، عطف لؤلؤا على من أساور ومحلهما النصب. أظن أن مسألة كون شبه الجملة أو كون الجار المجرور محلهما النصب صارت من الوضوح بما كان، دليلان واضحان على أن شبه الجملة أو على أن الجار والمجرور محلهما النصب. ومما يدل على أن الحدث ينصب شبه الجملة أنها قد تحل محل نائب الفاعل وتقوم مقامه إذا بني الفعل للمجهول، نحو قولنا: يصام شهر رمضان. شهر في الأصل ظرف، فلما بني الفعل المجهول ناب الظرف عن الفعل، فهذا يدل على أن الفعل عامل في شبه الجملة كما يعمل في المفعول، فيحل المفعول محل الفاعل. سير خلفنا، هكذا سير خلفنا، وفي كثير من كتب النحو يذكرون الظرف نائب عن الفاعل، ينوب الظرف عن الفاعل، ثم تجد المحقق ضبط سير خلفنا. يا حبيبنا، هذا ظرف متصرف، ظرف متصرف وهو نائب فاعل. لا يقام في دار بخيل، في دار تقول في محل رفع نائب فاعل. لم يعنى بحاجة كسول، وإنما يكون نائب فاعل ما أصله المفعول، يعني إنما يكون ما أصله المفعول نائبا عن الفاعل. ومن هذا كله ترى أن شبه الجملة بشطريها محلها النصب، وناصبها هو الحدث الذي تقيده وتتعلق به، وللحدث هذا أنواع نفصل أمرها فيما يلي. طيب، أنت تقول الحدث، الحدث، ما مرادكم بالحدث أيها النحويون؟ قال: مرادهم بذلك أولاً الفعل، وهو الفعل التام لازماً أو متعدياً، سواء أكان متصرفاً، نحو قول مغلس بن لقيط: أبقت لي الأيام بعدك مدركاً، ومرة والدنيا قليل عتابها. أبقت لي الأيام بعدك مدركاً، ومرة والدنيا قليل عتابها. لي الأيام، لي متعلقان بأبقت، وبعد متعلقان بأبقت، الظرف متعلق بأبقت أيضا، نعم، وفي لأن أبقى حدث وفعل وفيه الحدث. إذا أبقت لي الأيام بعدك مدركا، ومرة والدنيا قليل عتابها، قرينين كالذئبين يبتدرانني.
فما رأيكم في إعراب والدنيا قليل عتابها؟ أبقت لي الأيام. طبعا هو يرثي أخاه الذي مات. اعتراضية؟ نعم اعتراضية. نعم أبقت لي الأيام بعدك مدركا ومرة، قرينين كالذئبين. فقرينين حال، حال من مدركا ومرا، والجملة بينهما اعتراض. وقول مويلك المزموم، أمرر على الجدث الذي حلت به أم العلاء فنادها لو تسمع. ما يعرب لو؟ قد أعربتها لكم باللفظ. ما يعرب لو؟ حرف تمنن. حرف تمنن، نعم. أمرر على الجدث الذي حلت به أم العلاء فنادها لو تسمع. وقول متمم بن نويرة، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروع. تلاحظون كفن تحت، تحت متعلق بكفن، إذن هذا حدث. لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروع، وهذه من عينية متمم في رثائه لأخيه مالك بن النويرة. نعم، وكان سيدنا عمر قد سمع من متمم شيئا من قصيدته هذه، فقال له هذا والله التأبين. التأبين مدح الميت. هذا والله التأمين، لوددت أني شاعر حتى أرثي أخي زيدا بما رثيت به أخاك، بما رثيت به أخاك. فماذا قال له متمم؟ قال له لو قتل أخي شهيدا كما قتل أخوك، لأن زيدا قد قتل شهيدا رضي الله عنه، لو قتل أخي شهيدا كما قتل أخوك لما رثيته. فقال له سيدنا عمر والله ما عزاني أحد بأحسن مما عزيت. لقد كفن المنهال، هو الرجل الذي قتل مالكا، تحت ردائه. تحت ردائه قيل إنه تحت سيفه، وكان الرجل إذا قتل رجلا في المعركة وأراد أن يعرف أنه قاتله غرز سيفه في الأرض بجانب المقتول. لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروعا، المبطان الذي يعني عظمت بطنه من كثرة الأكل. فهذا أخوه قال غير مبطان العشيات، والشراح قالوا في هذا إشارة، في هذا كناية عن أنه ينتظر ضيفه ولا يأكل وحده. فتن غير مبطان العشيات أروعا، ولا يأكل وحده، غير مبطان العشيات. طبعا ولم يرد بهذا أنه لم يكن بطينا، بل كان بطينا، هو كان بطينا. نعم، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروعا. المبطان كما قلنا الذي عظمت بطنه من كثرة الطعام، وبطين عظيم البطن، ومبطن ضامر البطن. فتن غير مبطان العشيات أروعا. نقف عند هذا قدر اليوم والليلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نلتقي إن شاء الله تعالى في درس قادم، لعله يكون يوم الأحد بإذن الله تعالى أو يوم السبت، نخبركم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم إن شاء الله. الله أكبر.